النهاردة هنبدأ هذه الحلقة بالحديث عن أسطورة أهلاوية. النهاردة ذكرى رحيل الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، واحد من الرموز الوطنية وواحد من رموز النادي الأهلي. يمكن الفريق مرتجي اسمه يستحق أن احنا نتكلم عليه كتير جدا، لأنه كان واحد من أخلص رجال الوطن والمؤسسة العسكرية أولا، وكمان كان في رئاسته رئاسته للنادي الأهلي كان نموذجا للتفاني والإخلاص والنجاح للفريق مرتجي. كان قائد عسكري من طراز فريد، وأيضا كان رئيس للنادي من زمن، أو رئيس لنادي الأهلي في زمن الكبار. الحقيقة إنجازات عظيمة جدا عملها الفريق مرتجي خلال وجوده في النادي الأهلي. تولى الفريق مرتجي رئاسة النادي الأهلي بالانتخاب لفترتين متتاليتين من 72 إلى 80، شهد فيهما فريق الكرة عصرا ذهبيا بقيادة المدير الفني الكبير هيدي كوتي، اللي تعاقد معه الفريق مرتجي في إطار عملية إعادة البناء ليحقق النادي الأهلي في هذه الفترة عددا من البطولات والإنجازات. أيضا في عهد الفريق مرتجي شارك النادي الأهلي للمرة الأولى بالبطولات الإفريقية سنة 1976. فريق مرتجي هو الذي وقع عقد شراء أرض مقر النادي الأهلي بمدينة نصر، كما كانت فكرته بإنشاء المرسى البحري للنادي الأهلي بالجزيرة. كلام كتير جدا نقدر نقوله على الفريق عبد المحسن مرتجي، لأنه واحد من الناس الحقيقة اللي أفنت حياتها سواء لبلدها أو بحبه لناديه ولاسمه. دلوقتي بنشوف المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي بيكمل مسيرة الوالد، والحقيقة المهندس خالد بيكملها على أحسن ما يكون. يستحق الحقيقة أن يكون امتداد طبيعي للوالد الراحل، وتبقى دائما الكلمات الجميلة اللي قالها الفريق مرتجي: عظمة مصر موجودة في النادي الأهلي. دايما كان بيقول هذه الكلمة. الحقيقة الواحد دائما ما يشعر بالفخر وهو بيتكلم عن رموز النادي الأهلي، ومنهم أكيد فريق عبد المحسن كامل مرتجي، رحم الله الفريق مرتجي. كمان النهاردة أحيا مسؤول النادي الأهلي الذكرى السنوية العاشرة لرحيل الفريق مرتجي رئيس النادي الأسبق باعتباره أحد رموز القلعة الحمراء السابقين. نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: تحل اليوم الذكرى السنوية لرحيل أحد الأساطير الإدارية في تاريخ النادي الأهلي، رحم الله الفريق مرتجي. أيضا المهندس خالد مرتجي أحيا المهندس خالد مرتجي طبعا أمين صندوق النادي الأهلي أحيا الذكرى العاشرة لرحيل والده الفريق مرتجي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي. وكتب مرتجي عبر حسابه على تويتر: مرت 10 أعوام على رحيل أعظم وأحن أب، علمني معنى الأخلاق والقيم، ورباني على الاحترام الصغير قبل الكبير، تعلمت منه الكثير والكثير، ومنذ رحيله فقدت السند والمشورة، ستظل في قلبي ووجداني، وسيظل اسمك وساما على صدري وحمل كبير على كتافي. أسألك يا من لا يرد الدعاء أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أمين. ربنا يرحمه ويرزقه جنات الخلد.